تعالى لي بقى في التساؤل الجديد دلوقتي عند جمهور النادي الاهلي ايه التساؤل هل فعلا الاهلي دخل في تفاوض مع التعاون السعودي لخطف مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي ولاعب التعاون السعودي ولاعب الزمالك السابق هو ده سؤال جمهور النادي الاهلي كله بيساله خصوصا في ظل بعض التقارير ابتدت تخرج بخصوص هذا الملف طيب خليني احكي لكم بالظبط بادق التفاصيل في موضوع مصطفى فتحي اولاً في بند في عقد مصطفى فتحي مع بيراميدز يحق من خلاله بيراميدز تفعيل الشراء لان هو أعرى سنه مقابل كام مقابل مليون دولار طيب البند ده عشان يتفعل ركز معايا في الكلام ده البند ده عشان يتفعل لازم يكون بموافقه كل الاطراف اللي هم مين بيراميدز والتعاون ومصطفى طيب حتى هذه اللحظه انا بجيب لك الموضوع من اوله. بيراميدز عايزين مصطفى، عايزين يفعلوا البند، التعاون ما عندهمش اي مشكله. مصطفى رافض تفعيل بند الشراء في عقده مع بيراميدز. حتى هذه اللحظه مصطفى فتحي رافض تفعيل بند الشراء في عقده مع بيراميدز. طيب الاهلي دوره ايه في الموضوع ده؟ ها؟ الاهلي جس نبض اللاعب ومدى رغبته في الانضمام للنادي الاهلي عن طريق وكيله خد مني الكلام ده تمام وفتح الباب مع التعاون السعودي من خلال ايه من خلال اتصالات تلفونيه لكن حتى هذه اللحظه وانا بتكلم معاك الاهلي ما بعتش اي ميل رسمي انا بقول لك معلومه أنا بقول لك معلوم لحد هذه اللحظة الأهلي ما بعتش أي ميل رسمي لإدارة التعاون السعودي. ليه؟ لأن الأهلي منتظر رد اللاعب النهائي بشأن رغبته في الإنضمام للقلعة الحمراء ورد إدارة التعاون بخصوص القابلية في فتح المفاوضات مع النادي الأهلي لبيع اللاعب. أنا بقول لك التعاون هيوافق. أنا بقول لك التعاون ما عندوش مشكلة التعاون كده كده هيبيع مصطفى فتحي. أين كانت الاسباب، هو هيبيع مصطفى فتحي. واخد بالك؟ فدلوقتي الكلام ايه؟ بيراميدز عايزين يفعلوا البند، مصطفى رافض. الاهلي في الصوره وجس نبض اللاعب وتواصل هاتفيا في أكتر من مكالمة مع إدارة التعاون السعودي، إذن الاهلي منتظر رد الثنائي مصطفى والتعاون عشان يبعت من رسمي بضم اللاعب، طب هل كولر معجب بمصطفى؟ معجب بمصطفى. جدا. هل مصطفى فتحي ينضم للنادي الاهلي صفقه من العيار الثقيل مؤكد مؤكد هتبقى برضه ضربه معلم بعد ضربه ايه امام عاشور لان ضربه قويه برضه كاضافه فنيه بالنسبه لك مش اقصد اي حاجه تانية انا كما على الصعيد الفني وحتى على صعيد الجماهيري فهي ضربه برضه منتهى الامانه يعني قولوا لي يا جماعه مين معانا على الهاتف اعتقد كده قلت لكم كل حاجه ليها علاقه بموضوع مصطفى فتحي